واش عمرك سولتي راسك علاش في التعليم العمومي كيكونوا اغلبيه ابناء الفقراء كيطيروا في العربيه والتربيه الاسلاميه عكس ابناء التعليم الخصوصي اللي كتلقاهم طياره في الفرنسي لدرجه انهم كيتكلخوا في العربيه؟ فكاين اللي كيتهجى بالعربيه وكيبدا يصح العربيه بالفرنسي عكس. عطيني جمله مفيده. كان البكالوريا جيد. عربي ليا كان دوك جوست في المضارع. كاين اتون جو مي رابيل كاين واخواتها انه واخواتها مهمه فرنسي عكس. حنا ملي كنكونو كنبغيو نهضروا بالفرنسي ونصحوا الفرنسي بالعربيه ونسولو شنو كتعني هذه بالفرنسي هما لا كيسولو شنو كتعني هذه بالعربيه كتلقى الفكره عنده بالفرنسي في الراس وباغي يخرجها وما عارفش يقولها. الجواب بسيط هو ان اي ابن من ابناء الطبقه الفقيره كتلقاه قاري في مدرسه عموميه طياره في العربيه لان العربيه قريبه للدارجه اي اللغه اللي تعلمها منذ نعومه اظافره. وبلا ما ننساو هذا موضوع اخر اطفال المغرب الغير النافع اللي عندهم مشكل حتى في فهم العربيه لان اللغه الأمازيغية هي اللغة الأولى بالنسبة لهم. المهم خليوا هاد الجمل هذا راكد وصافي. أرانا دابا ولاد الشعب اللي الدارجة هي لغتهم الأم واللي نطقوا فيها أول الكلمات ملي كيدخل للروض ثم الابتدائي كيحس بالعربية ماشي شي حاجة غريبة عليه كتكون علاقته معها مزيانة عكس الطبقة المتوسطة والغنية اللي كتلقى والديه كيفورماطيوه من صغره على الفرنسي وملي كيدخل للروض كيقرا الفرنسي ثم الابتدائي إعدادي ثانوي خصوصي كتلقى المدرسة الخصوصية كتجيب لهم أحسن الأساتذة أكفاء في تعليم اللغات واللي بطبيعة الحال الأساتذة ما كيلقاوش مشكل مع التلامذ باش أنهم يوصلوا لهم المعلومة لأن أصلا هما الفرنسي هي اللغة الأولى. وي عارف أن الصدمة قوية أي طفل من أطفال الطبقة المتوسطة والغنية الفرنسي هي اللغة الأولى ديال لدرجة أنه كاين شي والدين بطبيعة الحال من دون تعميم كيعلموا لولادهم الفرنسي قبل ما يعلموهم الدارجة. ونزيدك معظم أطفال الطبقة المتوسطة والغنية كيكون التواصل بيناتهم بالفرنسي بحال كيفورماطيو ولادهم لسوق الشغل والوظيفه منذ نعومه الاظافر لانهم عارفين الواقع المغربي الفرنسي. علاش؟ لان شحال من واحد كيحسبوا راه حنا مغاربه كنهضروا بالمغربيه ملي كتمشي لكازا تدخل للشركات سوق الشغل راه كتلقى الهضره غير بالفرنسي عندك ما عندكش. الو بوزبال بارلي مون بو دو نو فرونسي ماروكان ماروكان. اسمح لي جو بو با تاكسبتي لانهم عارفين الواقع المغربي فرنسي شنو فيه وانك مجرد ما كتحصل على البكالوريا ديالك جميع اختبارات المدارس العليا كيكونوا بالفرنسي وملي كتحصل على الدبلوم باك بلس 2 بلس 3 بلس 5 اغلبيه فرص الشغل كيكونوا بالفرنسي. هنا ابناء طبقه كيطلع معاهم اكبر قالب في تاريخ البشريه ملي كيشدوا بكالوريا علميه وكيجلسوا على الزربيه فملي كيجتازوا المباريات باللغه الفرنسيه الفرنسيه كتشكل لهم عائق كبير لانهم ما مولفينش يفكروا بها. ماشي مساله واش كتعرف الفرنسي وما كتعرفش ولكن مساله واش مولفها ولا ما مولفهاش. كاين اللي كيمشي يشري مسكين ديكسيونير فرنسي عربيه ويخدم جوجل تراديكسيون ولكن بطريقه مسكينه كيزيد يعد براسو كيدير جوج خدمات في الوقت اللي ولد الطبقه المتوسطه والغنيه كيفهمها طايره. هنا كنستنتجوا ان الفرق بين مستوى طالب متميز في الفرنسيه وطالب فاشل فيها هو فرق زمني لا غير. ونزيد عليها ان مرحله الطفوله وخاصه الخمس سنوات الاولى كتلعب دور مهم في تعلم اي لغه وهذا السر عاقوا به الاسر المتوسطه والغنيه بطبيعه الحال من دون تهميم فورماطاو ولادهم على الفرنسي من الصغر وكلخوهم في العربيه ولاو كيتهجاو تماما كما كيتهجا ابن الشعب في الفرنسيه. في هذا الفيديو ما جيتش ننساك ونعطيك اعذار ونقول لك اللي عطى الله عطاه حنا اصلا ضحايا التعليم العمومي الفاشل ما علموناش الفرنسي من صغرنا وما تعلمنا الفرنسي حتى لثالثه ابتدائي ولكن جيت نقول لك انه بامكانك تدرك كاع داكشي اللي فاتك حتى تولي حتى انت طياره في الفرنسي وتزيد من حظوظك في الحصول على فرصه في الوظيفه اللي كتطلب اللغه الفرنسيه. كيفاش نولي واعر في اللغه الفرنسيه من دون مقدمات؟ اولا ما تسناش حتى تكون واعر في الفرنسي عاد تهضر بها بل هضر بالفرنسي وكلها الترفيق وكلها الطرش من بعد بطريقه اوتوماتيكيه غتولي واعر فيها وكما يقول المثل الانجليزي فيك ات انتل يو ميك ات يعني عوجا حتى تقدا. هذا هو اكبر خطا كيوقعوا فيه الاغلبيه كيتسنى حتى يولي طياره في الفرنسي عادي ينوض يدير اكسبوزي او ينوض يهضر بها لانهم كيخافوا من الاخطاء ديالهم وهذا الخوف كيخلي ممارسه الفرنسيه ثقيله وقليله الشيء اللي كياثر على المستوى ديالنا فيها. وهذا الشيء علاش ندوزوا للخطوه رقم جوج خاصك تصالح مع اخطائك وتبغيها وتهضر بالفرنسي معوجه من بعد مع كثره الممارسه غتقاد. حنا ما كنتعلموش نمشيو على رجلينا بسبب اننا قرينا كتاب
على كيف تتقن المشي في 7 أيام، ولكن تعلمنا نمشيو بممارسة المشي. ثالثا، انتي وانت ما عندكمش مع الروز لقيت لكم الحل، خلطوه مع الطوم. انتي وانت ما عندكمش مع الفريت لقيت لكم الحل، خلطوها مع مايونيز كيتشوب او صوص الجزائري، ماكله غتولي بنينه. بنفس الطريقه، ما عندكش مع الفرنسي كتجيك ثقيله على القلب، خلطها مع المزيكا وغتجيك بنينه. يعني تبعوا معايا الخطوات التاليه. 4، قلب على اغنيه بالفرنسي ارتاح ليها قلبك، وعاود بحث على الكلمات ديالها وكتبهم في ورقه بستيلو باش توالف وتتصالح مع الكتابه وتفيكسي لي زافكار وترضى عليك مولات الدار. وحاول تسمع ليها بزاف ديال المرات وعينيك على الورقه متبع مع الكلمات. بهذه الطريقه غادي تكون كتخدم عضلات الودنين، يعني كتدرب ودنيك على سماع الفرنسيه وفي نفس الوقت عينيك على القراءه. من بعد ما تسمع ليها 7 ديال المرات غادي تدوز للسطاج الموالي، واللي هو غادي تبدا تغني معها، وهنا غتدرب لسانك يتطلق مع الفرنسي. مع الوقت ملي تشوف راسك حفظتي كلمات الاغنيه الاولى دوز للاغنيه الثانيه، وبهذه الطريقه حتى تسالي 10 اغاني بالفرنسيه تكون حافظهم عن قلب ظهر بكثرة ما كتعاودهم وقادر تغنيهم. هنا غادوز لتقنيات الكاراوكي، غادي تكتب اسم الاغنيه في محرك البحث في يوتيوب وتزيد ليه كلمه كاراوكي، تحاول تغني مع الموسيقى مباشره وتسجل صوتك مع الموسيقى وتعاود تسمع لراسك وتصحح اخطائك. بهذه الطريقه غادي تكون تصالحتي مع الفرنسي وريحتي خاطرك ليها. 5، من بعد ما تصالحنا مع الفرنسي، طبيعه الحال فاش كنقول لك تصالحنا مع اللغه الفرنسيه ما كيعنيش اننا تصالحنا مع النظام الفرنسي، لانه كاين فرق كبير. الفرنسيه كتبقى لغه كباقي اللغات، ما عندناش مشكل معها. يعني الا عندك مشاكل شخصيه ومشاكل تاريخيه ولا ما تخلطش الامور وما تاخذهاش بطريقه شخصيه. يعني كنقول لك انا تعلم الفرنسي ماشي حبا في الفرنسي، لكن حبا في طرف الخبز اللي غادي تنقد به اسره وتنقد به عائله وتكبر به وليداتك. اذا من بعد ما تصالحنا مع الفرنسي دابا ندوزو للسطاج التالي، اللي هو غادي نصبغوا حياتنا بالفرنسيه، بحيث انك تعهد راسك كل ما قال قريتيه يكون فرنسي، كل فيديو شفتيه يكون فرنسي، كل اغنيه اي حاجه كتدخلها لدماغك دخلها بفرنسي. انا نعطيك نصيحه لوجه الله، ما تلقاش بلاصه اخرى. بغيت تعلم الفرنسي قلب على العربيه مؤقتا، اعطيها اتساع، اعطي اتساع لاي لغه اخرى، دخل في وسط الفرنسي وحد حياتك، ما تعيشك مع الفرنسي. بهذه الطريقه كتفورماتي راسك، لان هذه الطريقه الوحيده باش تريكوبير. الا ما تفورماتيتيش ملي كنتي بز، يعني الحل باش تريكوبيري هو هذا، ما عنديش بديل. كون لقيت شي طريقه احسن كون قلتها لك. بغيتك تولي تحس بدماغك كيغلي بالفرنسي، زيد عليها حتى صحابك في السوشيال ميديا حاول تبدا تكتب ليهم بالفرنسي. اللي قال لك كتعيق ليا كل ويكان عيق عليك، خلي الناس يهضروا، ما تسوقش الكلام الناس. يعني الفرنسي ردها نمط عايش، ستيل دو في، عاده. سادسا، استراتيجيه الحكم والمقولات الفرنسيه من بين اعظم المناهج اللي تعلمت بهم الفرنسي شخصيا. غادي تكتب سيتاسيون في محرك البحث، مقوله بالفرنسيه، قلب في التصاور شوف الحكمه اللي عجبات. تقدر تكتب مقوله مترجمه فقط باش تفهم المعنى ديالها، ولكن فاش تكتب كتب غير المقوله بالفرنسيه، عندك شي تكتبها بالعربيه كما قلت لك، عطيتي ساعه العربيه كتبها في ورقه ماركر، مهم تكون الكتابه كبيره، وسقها حدا المرايه اللي ديما كتشوف فيها راسك باش تبقى تلقاها ديما قدام عينيك. هنا غادي تخلق واحد النظام بصري اللي فوالا غتولف عينيك على انهم يبداو يشوفوا الفرنسي، تسبح الفرنسي، تمسيه الفرنسي، وتزيد تولف الفرنسي بها. غادي تكون بطل اذا عهدتي راسك على حكمه في النهار ومقوله تكتبها وتلصقها في بيتك، ما يجي في نسالي العام حتى تلقى راسك ضبطتي 365 حكمه. واذا كانت كل مقوله في 10 الكلمات غتلقى راسك ضبطتي 3650 كلمه بالفرنسي. 7، من بعد ما جمعتي شي بركه ديال الفوكابولير ديال الفرنسي، هذا باب امكانك تشري دفتر وتسميه روتيني اليومي بالفرنسيه، تبقى تعاود فيه على نهار كيفاش داز. اي حاجه درتيها كتب راني درتها، حصلتي في شي كلمه شوف جوجل ترجمه، ما كيهمش واش داكشي اللي كتبتي صحيح، اللي كيهم هو العاده ديال الكتابه اليوميه بالفرنسيه تكون انستاليتيها في دماغك. 8، تبع افلام بالفرنسيه يكون فيهم سوتيتراج بالفرنسي وماشي بالعربيه، ومن بعد حيد السوتيتراج وحاول تفهم الفيلم انطلاقا من داكشي اللي عطاك الله في الفوكابولير ولغه الجسد ونبرات صوت الممثلين بلا ترجمه بلا سوتيتراج. 9، خذ لك كتاب في الدومين اللي كيعجبك، من الاحسن يكون ورقي بطبيعه الحال باللغه الفرنسيه، والتزم بواحد القدر قليل من الصفحات في اليوم، قليل ومداوم احسن كثير ومقطوع. ولو تعرف تقرا ورقه في النهار، راه 365 ورقه في العام، واذا كانت كل ورقه فيها 100 كلمه دماغك غادي يكون تحك مع 365000 كلمه في العام. 10، خلق علاقات افتراضيه مع اجانب فرانكوفونيين، سواء فرنسا، بلجيكا، كندا او افريقيا او الافارقه، لي زيترونجي، السنغال، مالي، اتسيتيرا. بقاو ديروا ابيل وطلق معاهم لسانك، ومره اخرى ما كيهمش الخطا، ما كيهمش البرونسياسيون، اللي كيهم هو انك تانستالي العاده ديال الحديث باللغه الفرنسيه. و11، نبارطاجي معك احسن برنامج لتعلم اللغه الفرنسيه واللي هو فرونسي اوتونتيك. اول حاجه بدا بها هي لي سيت ريغل دابرونتيساج دو فرونسي،
غادي نخلي لك الرابط ديالها في الديسكريبشن. تبع معاه السيد راه توب 1 نمبر 1 في العالم، احسن استاذ كيقري اللغه الفرنسيه. ويكمل لك هادشي اللي بديت معاك. هذا ما كان، اذا عجبك المحتوى ما تنساش تبارطاجيه مع اصحابك وتدعم القناه باللايك والاشتراك، واذا كان عندك شي سؤال خليه ليا في انستغرام نجاوبك ان شاء الله في ستوري.